ثانيا النهارده ان شاء الله هنشتغل تفاضل. احنا اشتغلنا اتصال ده ولا حقيقه، اشتغل تفاضل ده ولا حقيقه. يعني ايه ده حقيقه؟ يعني ده بتاع الدومين بتاعنا، يا اما الار يا اما جزء الار ولا الار. يبقى الدومين بتاعك يبقى عدد المجال بتاعنا الحقيقه والمدى عدد حقيقي. تمام كده؟ بالمناسبه ده احنا الكلمه بتاعتنا النزله بتاعتنا لما اجي اقول لك مثلا السنه الجايه ان شاء الله سنه رابعه في الترم الثاني تاخد حاجه اسمها تحليل دايم. هنوصلها ونقول ده ده ونقول كلمتين دايم. هنقول على الدايم وهنقول كلمه دايم. يعني انا عندي كلمه فانكشن وعندي كلمه دايم. فانكشن يبقى انا عندي كلمه كلمتين. كلمة دالة وكلمة دالة. يعني ايه كلمة دالة؟ دالة عندي ايه؟ عندي مدى وعندي مجال. يبقى انا عندي علاقة بين مجموعتين. مجموعة اكس ومجموعة واي. صح كده؟ بحيث ان كل نقطة في اكس نص ايه؟ واحدة. دي دالة. انا هعرف مين اكس؟ انا حاطط اي كونديشن او اي شرط على اكس؟ لا، حاطط اي شرط على الواي؟ لا. طب دالة. دالي بقى هو دي فانكشن فانكشن فانكشنال فانكشنال ايه اللي بس دالة ودالة. طب الدالي بقى قال لك لا لازم تدخل كلمه اكس لازم تدخل اه لازم المدى يكون مين؟ لازم يكون اه لازم المدى يكون مين؟ يكون اه. بعض الناس يعرفوها منين؟ من ار لار. بعد ما نرجع كلام منين؟ من ار لار. تمام كده؟ عشان يبقى احنا عرفنا كلمه الفرق بين داله وايه؟ ودالش. المشتقة بتاعتنا مشتقة الـ f of x المضادة لمين؟ d f of x أو f بـ h of x. يا برنس المشتقة بتاعتنا عبارة عن مين؟ يا إما f بـ h of x أو مين؟ d يا إيه؟ تفاضل الديفرنشال اللي هي تفاضل مين؟ تفاضل الدالة بتاعتنا. يبقى الـ d بتاعتنا بالنسبة لـ f of x اللي هي تساوي f بـ h of x عبارة عن إيه؟ قال لي التعريف اللي احنا كنا خدناه في الاول ليميت اما اتش تقول الصفر اف اوف اكس زائد اتش هنسوي ايه؟ الاكس بتاعتنا على الاتش. ده كان التعريف بتاعنا عباره عن معدل التغير نعيده من اتش كل مين؟ بالصفر زائد. امتى اقول ان الداله ده ايه؟ f of x قابلة للتفاضل. امتى؟ قال لك إذا كانت الـ d f of x بتاعتنا أو الـ f داش f x بتاعتنا مادة موجودة. بس كده ومحدودة. يبقى إذا كانت المشتقة بتاعتنا موجودة وإيه؟ محدودة. أدي واحد. يبقى تيجي اكل اقول لك الداله اف اوف اكس تكون قابله للتفاضل واسيب لك نقط. قول لي امتى؟ اذا كان الاف داش اوف اكس موجوده ومحدوده. ده اول اكل انا هيقابلني اختيارات كتير يعني هيقابلني اكتر من اجابه. وهعرف المشتقة مين؟
النص. نعرف المشتقة اليمنى والمشتقة مين؟ النص. عشان تكون المشتقة موجودة تعالى يعني بقى، عشان تكون الداتا اف اوف اكس مقابلها مين؟ للتفاضل. اقول لك لازم تكون ايه؟ المشتقة اليمنى موجودة وبتساوي المشتقة مين؟ النص. ادي كمان اجابة. تاني عشان تكون داتا اف اوف اكس تكون ايه؟ نرجع للتعريف النهائي، تقول النهاية موجودة امتى؟ اما تكون النهاية اليمنى موجودة والأسرة موجودة بتساوي بعض، بنفس الفكرة، يبقى تكون داتا اف اوف امتى؟ لما اليمنى تكون موجودة. المشتقة اليمنى موجودة والمشتقة اليسرى موجودة لأن النهاية بتساوي بعض. لحد كده؟ لحد كده؟ في مشكلة؟ أنسى؟ يبقى احنا دلوقتي عايزين نعرف مين؟ المشتقة اليمنى والمشتقة اليسرى. تعالى نفس المشتقة نص، نص اليمنى نص مين؟ اليسرى. المشتقة اليمنى اللي عندي تكون موجودة إذا كانت الدينو جنب اف اوف اكس بتساوي الدينو جنب اف اوف اكس. لا الدينو جنب اف اوف اكس، أنا هعرف أربع حاجات، هعرف الدينو جنب ماشي والدي سالب والدينو جنب والدي سالب. إيه دول؟ الدي موجب عبارة عن ايه؟ نهاية العليا باليمين. الدي موجب؟ الدي موجب دي فين؟ ركزوا معايا، دي فين؟ فوق ولا تحت؟ فوق. موجب ولا سالب؟ موجب. يبقى احنا بنبص بقى فوق، يبقى ايه؟ عبارة عن عبارة عن فوق، يبقى طبعا ليميت اتش 2 دي ايه؟ موجبة، يبقى الصفر يمين. نفس التعريف تفرق اتش اف اوف اكس على دلتا تعالوا بقى الدي سالب للاف اوف اكس اللي شاط تحت فوق ولا تحت؟ فوق. فوق يبقى دي ابر ليمت. الاتش دي موجب ولا سالب؟ يبقى الاتش هو زيرو سالب. نفس التعريف ده، الاتش ناقص الاف اوف اكس